كذلك من معالم الإصلاح التربية على القدوات الصحيحة، القدوات التي يجب أن يفتخر بها المسلمون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يكون أخواننا المجتمع قدوة الصحابة، وإنه الشافع من صغير بيتمنى إنه يبقى زي الصحابة، زي عمر وزي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو هريرة، يكون دي قدوته. والبنت تكون تبقى زي عائشة وفاطمة وخديجة وسودة وأم عطية وغيرها من الصحابيات الجليلات، دي تكون القدوات حقتنا نحن، ودي النماذج السليمة الصحيحة التي يجب أن تكون عند المجتمع. لكن لو بقى العمدة بتاعنا القراي، أو القدوة بتاعنا الممثل، أو القدوة بتاعنا لعب الكورة أو الفنانة أو الممثلة أو غيره، المجتمع بيضيع، ويبقى الأولاد تربوا على غير قيم وعلى غير هدى وعلى غير هدف.